كنا بنفكرين قصة مدينة تطوير الوراق الجديدة يوم الأربعاء كان في قرعة علنية ل 28 وحدة سكنية بديلة بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة لسكان جزيرة الوراق، بعض اللي اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين منهم خطابات التخصيص. وبعد القرعة الجهاز قام بجولة لمستحقي الوحدات للمنطقة عشان يعرفوا المنطقة اللي هيسكنوا فيها. نشوف هذا التقرير ونخرج فاصل ونرجع تاني. دي القرعة العلنية رقم 25 لمستحق الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق، واللي اختاروا إنها تكون بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة. مراسم القرعة تمت على 28 وحدة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص موضح فيها رقم العمارة والوحدة والمنطقة. أول لما الناس تقدم بطلبات رضائية للبيع وترغب وتحدد رغبتها والمدينة والوحدة أي مكان المدينة، بيتم إجراء القرعة. إحنا كده جهاز عندنا اتعامل لحتى تاريخ مع 334 أسرة، منهم حوالي 200 أسرة تم إجراءات القرعة العلنية ليهم، ودي القرعة 25. التكلفة هي تكلفة الإنشائية الفعلية للوحدات دون أي هامش ربح لهيئة المجتمعات. ثمن الوحدة 225 ألف جنيه، ويستطيع المواطن يقسطها على 3 سنين أقساط ربع سنوية بدون أي فايدة، أو يقدر يقسط من 7 ل 10 سنوات أقساط ربع سنوية بفايدة البنك المركزي. والوحدات دي موجودة في قلب المدن الجديدة. بعد الانتهاء من إجراء القرعة رحنا مدينة حدائق أكتوبر علشان نشوف المكان الجديد اللي هيتنقل فيه مستحق الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق. مكان جديد ومناسب ويحصلوا فيه على خدمات متكاملة. مكان جيد طبعا ومناسب طبعا، المساحات الخضراء، الشكل، المنظر، الاسفلت طبعا، والحاجات الجميله المعموله. كنا فاكرين ان هو ما فيهوش خدمات لان كانت هم بيقولوا لسه مبنيه والكلام دوت، فلما جينا لا طبعا الوضع يختلف تماما، في حاجات جميله كتيره قوي قوي. انا ارجح ان الناس كلها تيجي تسكن هنا. مكان ممتاز، مساحات واسعه، المساحات الخضراء موجوده، التخطيط العمراني كويس، خدمات جديده وحياه جديده، وتبدا حياه جديده، هتطور منك وهترفع منك وهتطور من مهاراتك، وحياتك لما تبداها هنا هتبدا على حياه جديده، فانت اللي بتحدد اختياراتك. مساكن منظمه ومتكامله الخدمات لتعويض سكان جزيره الوراق اللي اختاروا سكن بديل، وبتوضح الجهود الكبرى اللي بتبذلها الدوله لتوفير حياه كريمه للمواطنين. هشام الرباط، كلمه اخيره.